السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. دكاترة سنة ستة، النهاردة بإذن الله هناخد لسن 3. لسن 3 في الكونسبت التاني، الكونسبت 1.2. اتمنى اللي معانا يركزوا علشان الدنيا تكون حلوة. اوكي طيب، يلا بينا بقى يا شباب، واحدة واحدة. هو احنا يا شباب، أسألكم سؤال كده، يعني ايه مصل؟ ها، يعني ايه مصل؟ عضلة عضلة عضلة. عضلة يمين عضلة. عضلة 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 برافو، اكسلنت. مصل يعني عضلة. جميل، اكتب عندك بقى حاجة تختصر الدرس على طول. المصلز عندنا ليها two types، ليها two types، ليها ايه؟ two types. تاني، يبقى المسلز ليها two types. يعني ايه types يا شباب؟ أنواع نوعها. أنواع 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 برافو برافو. نوعين من المسلز يا شباب، مسلز انت بتتحكم فيها ومسلز انت ما بتتحكمش فيها. لا يا دكتور، انا بعرف اتحكم في كله. لا، الله اكبر، الله اعظم. تمام، طيب، حلو قوي. سؤال، انت بتتحكم في نبض قلبك؟ ها، لا 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 لا. طب حلو قوي، هل بتتحكم في الاستومك وفي بطنك، المعدة في جواك كده وهي عمالة تقفل وتفتح؟ ها ها. لا لا، حلوة قوي. يبقى النوع اللي بتحكم فيه وليا إرادة فيه، تمام، اللي هي العضلات الإرادية اللي انت بتعرف تعملها امتى وبراحتك، اسمها voluntary muscles. voluntary muscles يعني المسلز اللي في مزاجي، الفولانتري مزاج، تمام، براحتي. زي ان انا احرك الماسلز بتاعت ايدي براحتي، احرك الماسلز بتاعت النك بتاعتي بتاعت رقبتي براحتي، بتاعت رجلي براحتي، صح؟ يبقى دي اسمها فولانتري ماسل. اسمها ايه؟ فولانتري ماسل فولانتري ماسل. جميل، فولانتري ماسل. طيب النوع التاني اللي ما بتحكمش فيه، لان انا لو اتحكمت تبقى مصيبة سودة، اسمها ايه؟ involuntary muscle. اسمها involuntary muscles. يبقى بتحكم بي في زي الفل، زي الفل كده، في في voluntary، involuntary يعني ما بتحكمش فيها. يبقى بتحكم تبقى ايه؟ ها، بلانتري involuntary. برافو. طب ما بتحكمش تبقى ايه؟ involuntary muscle involuntary muscle. excellent. يبقى ال types of muscles حاجتين، voluntary muscles و involuntary muscle. ال involuntary دي اتحكم فيها ولا لأ؟ ها؟ لا لا. يبقى they are muscles that moves or move automatically. اوتوماتيك يا باشا، كده من عند ربنا. And you cannot لا control their movement. Cannot control their movement. تاني يا ملك، يبقى احنا قلنا عندنا نوعين من المسلز، voluntary و involuntary. voluntary يعني ان انا بتحكم فيها، involuntary ما بتحكمش فيها. يبقى ال involuntary the muscles that move، اللي بتتحرك automatically لوحدها، سايبها automatic كده. and you cannot control، cannot يعني ما تقدرش control، تتحكم، تقدرش تتحكم في حركتها. زي ايه؟ heart muscle، عضلة قلبك، و eye muscle. الله، اي ماسل. يعني ايه اي ماسل؟
لا لا عضلة صح، الرأس عضلة العين. العين، تاني عضلة العين. طب ما حدش سأل نفسه الله يا دكتور، طب ما انا بتحكم في عيني اهو، ما حدش سأل نفسه السؤال ده؟ ها؟ لا 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 عشان في فرق. لا، ما الله يا دكتور، طب ما انا بقفل وافتح عيني اهو واحرك عيني يمين وشمال براحتي اهو. الله، يعني ليه انفولانتري؟ اقول لك، بص يا باشا، بص يا صغنن، بص يا دكتور، عينيك فيها النوعين، في فولانتري ماسلز وفي انفولانتري ماسل. ايه ده، في نوعين من العضلات؟ اه، نوع انت تقدر تتحكم فيه اللي هو تعالى نبص move your eyes يمين وشمال، ده بمزاجك، احرك عيني يمين احرك عيني شمال، احرك عيني يمين احرك عيني شمال، دي فولانتري. لكن ان انا عماله ابربش وانا مش واخده بالي، انا طول اليوم عيني بتبربش، هل انت اللي بتعمل البربشه ولا لوحدها؟ ها، لوحدها لوحدها. انا لو كنت بدي الاوردر لعينيا في كل في الثواني اللي انا عيني بتبربش فيها، ده انا كنت تعبت. فربنا مخليها تبربش اوتوماتيك كده لوحدها من غير ما انت تفكر. يبقى الاي فيها النوع واحد، الفولانتري بس يا شباب، او الانفولانتري بس. نعيد. يبقى الاي فيها الاثنين، بس نخلي بالنا، يبقى your eyes contain type of involuntary muscle. الانفولانتري ده اللي هو اللي انا بتحكم فيه ولا مش بتحكم فيه؟ مش مش بتحكم. مش بتحكم فيه. حلو قوي. اللي هو بيعمل ايه؟ بيقول لي that contract when you close your eyelid، لما بتقفل جفن عينك، eyelid يعني جفن عينك، بتخليك تقفل جفن عينك to allow you، عشان تسمح لك تعمل blink، تبربش، blink يعني تبربش many times in one minute without thinking. يعني المسلز دي بتخليك تقفل الايليد بتاعك، تقفل الجفن بتاعك علشان تعمل بلينك، بلينك يعني تبربش، in many times، تعمل كتير قوي في الدقيقة الواحدة من غير ما تفكر، without thinking. صعبة دي؟ ها؟ صعبة يا شباب. يبقى لما بعمل بلينك، اكتب عندك كده، بلينك يعني تبر بش. تمام، الحمد لله، خلاص. يبقى بلينك يعني ايه؟ تبر بش، خلاص. و اي ليد اللي هي دي يعني جفن، يبقى هي بتقفل لك جفن عينك علشان ايه؟ ها، تعمل بلينك many times in one minute without thinking. دي involuntary. طب نشوف ال voluntary muscles. ال voluntary muscles surround ال eyeball. ال eyeball دي كورة عينك، انت مش كورة، مش عينك عبارة عن كورة بيضة فيها نقطة سودة وجوه نقطة سودة دي الألوان وكده. الاي بول دي اللي هي الكرة البيضاء كلها، الجفن اللي هو ده جفن عينك، ده اللي وانت بتقفل عينك اللي بيكون ظاهر ده يروفان. تمام، يبقى الاي عندها فولانتري ماسل لمين؟ للاي بول. لايه؟ الاي بول، الجفن. يا شباب مش عارفين جفنكو، اسأل مامتك او اسألي مامتك فين الجفن تحت، اللي هو غمض عينك وامسك عينك كده اللي هو فوق عينك على طول، اللي هو اهو اهو بتاع الولد اهو، اي ليد يعني جفن عينك اهو اهو اهو، الجزء ده اسمه الجفن. تمام، طيب يبقى تاني نرجع هنا على النوت، ان your eyes contain voluntary muscle، عينيك فيها voluntary muscle، بس دي بتاعت الاي ليد ولا الاي بول؟ ها يا شباب، اي ليد ولا اي بول؟
اي اي بول. اي اي بول بول. اي اي بول. يبقى عشان احرك كرة عيني البيضة اللي الكرة اللي جوه كلها اللي هي عينيا من جوه، احركها يمين شمال، تمام، احركها براحتي يمين شمال، يبقى ده فولانتري، ده بمزاجي. اوكي، يبقى هي to help your you move your eyes in different directions. eyelid يعني جفن. جفن يا نورهان، قولي لمامتك فين جفني. جفن العين يا ماما، اللي في الرموش ده، ده اسمه الجفن. تمام، صعبة دي. يبقى نخلي بالنا ان ال involuntary بتاع ال I هلاقيها في ال I led. بس كده، يلا بينا نكمل. يبقى عندي ال involuntary، ال involuntary لل I led، لكن ال voluntary، ثواني ال involuntary، ال voluntary بقى بتكون ايه؟ ها، لل I ball. خلاص كده، تمام يا شباب. صعبة سهلة، ما فيهاش حاجة صعبة. ايه خلاص. طب ال voluntary muscles، المسلز بقى اللي هي بإرادتنا، يبقى دي المسلز that you can control their movement، اللي أقدر أتحكم في الحركة بتاعتها، تمام، اللي أقدر إيه أتحكم في الحركة بتاعتها، زي ال upper arm muscle، زي عضلات دراعك وعضلات رقبتك، بتحرك دراعك في الوقت اللي أنت عايزه وبتحرك رقبتك في الوقت اللي أنت عايزه. سؤال، هسأل سؤال. الهارت يا شباب، الهارت كله اصلا عباره عن ماسل، ماشي. طب سؤال بقى، سؤال، ده فولانتري ولا انفولانتري؟ انفولانتري. برافو، اكسلنت. يبقى الهارت is made of، معمول من type of involuntary muscle، معمولة من نوع muscles اسمها ال involuntary muscles. وهو أصلا عايز أقول لكم الهارت ده كله عبارة عن muscles، فبسميه أصلا أو بسمي المسلز بتاعته بالذات الهارت ماسل أو الكارديك ماسل، عشان كمان المسلز بتاعته مميزة شوية، في muscles كده معينة ليه. تمام، يبقى تاني تاني أصغركم كده، حاضر في الآخر يا نورهان. طيب ماشي، يبقى الهارت ماسل ليه ماسلز معينة ليه، تمام، الهارت ليه ماسلز معينة ليه اسمها ايه؟ الكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل، كلمة كاردياك دي معناها هارت برضو، عشان ان شاء الله بإذن الله كده لما تخشوا طب، تمام، كلمة كاردياك دي معناها قلب. كانت الميس قالتها لي وانا صغنطوطة قدكم كده، كنت مبسوطة قوي قوي قوي، وكنت بص حفظت الكلمة دي من أول ما أشوف كاردياك معناها هارت، تمام؟ كنت مبسوطة أوي لما دخلت الكلية بقى وخلاص بقى كل ده مجالي، كنت مبسوطة أوي بصراحة، مبسوطة أوي أوي، تمام؟ يبقى عشان بيتحرك جامد فبيبقى ليه كذا حاجة كده يا سامي، ماشي؟ طيب، يبقى الهارت is made of type of involuntary muscles، معمول من involuntary muscles، اسم المسلز ايه؟ heart muscle او cardiac muscle. يبقى اسم ال المسلز بتاعت الهارت ايه؟ ها؟ لا، نوعها involuntary، نوعها التايب بتاعها involuntary muscles، لكن بسمي المسلز بتاعتها يا heart muscle يا cardiac muscle، يبقى اسميها ايه؟ heart muscles او cardiac muscle. الheart muscle دي برضو اي muscle كانت بتعمل ايه يا شباب؟ بتقفل وتفتح معناها ايه؟ ها؟ انفنتري.
لا لا محدش بيجاوبها. ها واحدة واحدة تاني. تقفل وتفتح يعني ايه؟ المصل. شباب المصل المرة اللي فاتت لما كانت بتشد وترخي كانت ايه؟ كانت بتعمل contract and relax. يبقى الهارت muscle. الصوت تمام يا مريم؟ شوفي اطلعي خش بسرعة. يبقى الهارت ماسل بتعمل كونتراكت وريلاكس. فاكرين المرة اللي فاتت يا شباب؟ تعالى اوريكم كده، اوريكم بيعمل كونتراكت وريلاكس ازاي. استنى بصوا، الهارت بيقعد يقفل ويفتح يقفل ويفتح، يعمل كونتراكشن and relaxation. contraction و relaxation. اه طبعا طبعا برضه الرئة فيها عضلات. طيب يبقى بس يا آدم، يبقى ال heart muscle بتعمل contraction و relaxation. هل بتقف يا شباب؟ لا لا طبعا ما ينفعش without stopping، من غير ما تقف. ليه؟ ليه؟ علشان القلب يفضل يضخ الدم اللي شايل اكسجين طول الوقت، يبقى to allow the heart pumps the blood carrying oxygen to all body cells، عشان يسمح للقلب يضخ الدم لكل الجسم وشايل الاكسجين. صعبة دي؟ يبقى كده خدنا involuntary muscle للheart muscle، وان هو بيعمل contraction و relaxation without stopping to allow heart، عشان يخلي الheart يقدر يعمل pump the blood، يقدر ان هو يضخ الدم طول الوقت تمام في الجسم وشايل الاكسجين لكل السيلز. وخدنا الاي muscle، عندي involuntary و voluntary. involuntary يعني ان هي مش بتحكم فيها، او بمعنى اصح حتى مش بفكر اعملها، زي ان انا بربش. انا اه بربش بمزاجي ساعات، بس هل انا طول اليوم وانا بتكلم معاك وانا كده بفكر اقول يلا يا عين بربشي، يلا بربشي يا عيني، يلا يا عيني بربشي، بعمل كده؟ لا. فبما انها شغاله لوحدها اوتوماتيك تمام، فده اسمها involuntary تمام. ده مش معناه ان انا ما بعرفش اتحكم فيها، اه بعرف اتحكم فيها بس مش طول الوقت، مش 24 ساعه تمام. والفولانتري ماسل بتاعت الاي بول بتاعت كرة العين، ان انا احركها يمين وشمال. اوكي صعبه دي؟ اظن سهله ومش مستاهله. طيب تعالوا بقى بالنسبه للابر ارم ماسل، للابر ارم ماسل والنك ماسل، ها دول فولانتري ولا انفولانتري؟ فولانتري. اكسلنت، برافو. يبقى ايه فولانتري ماسلز؟ وبقول عليهم سكيليتال ماسل. ليه بقول عليها سكيليتال ماسل؟ حد فاكر كنا قلنا السكيليتال ماسل دي؟ انا هنزل الايدين كده واشوف مين اللي ذكر المره اللي فاتت. هنزل الايدين، كل ينزل ايده، بعد كده بعد ما اقول ارفع ايدك ارفع ايدك، هنزل كل الايدين. اوعي يا سلمى ما تعملش كده. اللي عارف المره اللي فاتت لما قلنا يعني ايه سكيليتال ماسل يرفع ايده، يعني كده هسأل. طب زهراء اول واحده رفعت، ها قولي يا زهرة. عشان السكيلتون ماسل السكيلتال والماسل سيستم. السكيلتون سيستم والماسل بيشتغلوا مع بعض. ماشي. ده اللي هي ايه ده انت قصدك كده على الماسكولو سكيلتال سيستم؟ لا انا كنت قلت ان المسل ليه سميناها سكيلتال مسل. عشان هما بيشتغلوا مع بعض. ماشي، بس ممكن انا عايزة كلمة تانية كده. نور، ها؟ السكيلتال ماسل يعني السيكالاتوري سيستم بيشتغلوا مع بعض لا ان هم لا مش سيركيوليتري سيستم، مش علاقة. ها الحديث يعني العضلي الهيكلي. لا انا مش عايزة ترجمة، انا عايزة بقول ليه سميناها سكيلتال ماسل. ليه ها عايزة عشان هي من ال من ال عشان سميناها ميس من اللي هو عشان هما من السكيلتال البونز بيشتغلوا مع حلو بعض.
ايه؟ طب نشوف كده، نشوف. انا عايز قربته. ها يا همس، انا هسأل واحدة واحدة. علشان الميس المصر عاملة اتاتشد مع البون. برافو، اكسلنت، برافو. وكان في كذا حد ما شاء الله كلكم كده كنتوا رافعين وعارفين، برافو عليكم يا شباب. علشان دي المصل اللي لازقة على البون، العضلات اللي لازقة على العظم. هل انت جفنك ده لازق في العظم؟ لا، ده ملهاش علاقة. في مصل كتير ملهاش علاقة بالعظم. اه انا عارفة يا مريم، برافو. ماشي. ف المازلز دي مالها لازقة على العظم، عشان كده بسميها سكيليتال مازلز. زي المازلز بتاعت الابر ارم بتاعك، بتاعت دراعك، وبتاعت النك بتاعتك، تمام، بتاعت رقبتك. طيب، حلوة قوي، حلوة قوي. لما كنت بعمل، تعالوا بقى نسأل كده، يا رب تنصفوني. مريم، لو انا كنت عايزة يا مريم اخلي الفور ارم بتاعي، عشان بس الناس اللي كانت ايه المره اللي فاتت الدرس، انا كان عندي الشولدر بتاعي، ماشي، كتفي، وادي كان دي اسمها الابر ارم، وده كان اسمه الفور ارم اللي كان فيه دراعاتي يا مريم، صح كده؟ طيب، كان عندي two muscles، واحده in front of the upper muscle، وواحده كانت back to the upper upper arm، sorry، في واحدة أقول، ايوه تمام. طيب، حلو قوي. لو أنا كنت عايزة أرفع دراعي أخلي الفور أرم ده يوصل لكتفي، يا ترى مين نمبر 1 اللي in front of ده، اللي قدام ال upper arm، ولا نمبر 2 اللي وراها اللي هتعمل contract، ومين هيعمل relax؟ هو السؤال اصلا مش مفهوم، يعني ايه؟ تاني، حاضر، عيني. دلوقتي انا ايديا الفور ارم ده عايزه اطلعه الكتف، اه تمام، بمعنى استني ما افتح لك الكاميرا، كده اصبري. تبقى شورتر ليج. طب اصبري بقى، شايفيني يا شباب ولا ايه الدنيا؟ اصبري. ايوه شايفين حضرتك. هاي، طيب انا بعمل ايه؟ عايزه انا دراعي، عايز ده الاب، ده اسمها الابر ارم، ودي اسمها الفور ارم، صح، بينهم كوع ايوه الالبو، صح كده؟ طب حلو اه قوي، ايوه جميل. عايزه اخلي الفور ارم تقرب للالبو بتاعي، تمام. طيب، حلو قوي. يبقى قولي لي بقى كده، انهي ماسل هتعمل كونتراكشن وانهي ماسل هتعمل ريلاكسيشن؟ الفرونت ماسل هتعمل كونتراكشن والباك ماسل هتعمل ريلاكس. ريلاكسيشن. طب نشوف كده، نسأل كده الزمالك، كلامها صح؟ True. ها، صح، ايوه صح يعني ايوه صح. صح، برافو، اكسلنت. يبقى انا لما كنت عايزه اطلع الفور ارم ده، دي العضله دي كانت بتشد ده لفوق، فتكش تعمل كونتراكت. يبقى when you bend your elbow، لما بتتني جوعك، يعني من الاخر بتقرب دراعك لنفسك، صح كده، لكتفك، يبقى bend your elbow، تتني جوعك، المثل in front of the upper arm، المسلز اللي قدام هنا contract، and the back، المسل اللي ورا relax. فاكرين لما خدناها المرة اللي فاتت؟ ها، فاكرين؟ استنى اجيبها لكم كده. طب استنوا كده، اهي يا شباب، تعالى كده يا كابتن، تعال استنى اهو اهو، استنوا كده انا اجيبه لكم كده، ماشي، شايفينه كويس؟ انا عايزه اهو، هاتني كوعي، كوعي اهو، هاتني، شايفين تانو ازاي؟ فبعمل ايه؟ او اقرب الفور ارم للشولدر بتاعي، الكتفي، تمام، اهو. بص بص، انا هقرب، بصوا دي، بص بس يا عم، وقف بقى، اصبر، وقف، يلا ماشي. بص يا شباب، ركزوا معايا، العضلة دي، العضلة لونها أحمر دي، أهي دي لونها أحمر دي، ماشي، لونها أحمر، بصوا كده،
الفردة نفسها، انما كده بصوا 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 كده هتكش ازاي، اللي هي المسل in front of ال upper arm، المسلز اللي قدام الايه ال upper arm، اللي هم يقول لك ايه انا بلعب في الجيم الباي والتراي، البايسبس والترايسبس، تاخدوها كده في الجيم كشباب. اوكي طيب حلو قوي تمام خلاص كده اهو تمام اهي. يبقى لما رفعت ايدي ايه حصل؟ contraction وورا relaxation. يبقى اهي when you bend your elbow، لما تاني دراعي ال muscle in front of the upper arm contract and the back of the upper arm relax. صح اهو اهي تاني اهو. يلا معلش نتني نتني، بص على اللي قدام واللي ورا، اللي قدام هيحصل لها contract هتكش، واللي ورا بتفرد relax. صح كده؟ طيب العكس بقى، لو بعمل straighten يعني بفرد كوعي، straighten your elbow، يلا نفرد كوعنا، ها نفرد، يلا افرد يا معلم اهو. بص المسل ال in front of هتعمل ايه؟ relax، لكن اللي ورا هتشدها وتعمل contract. صعبة دي؟ طيب يبقى اهي ال muscle in the back of your upper arm contract، اللي ورا هتعمل contract and in front of your upper arm هتعمل relax. حلو كده؟ جميل. طيب آخر حتة دي، آخر حتة، آخر حتة ال neck muscle، الرقبة، ال muscles بتاعت الرقبة، وبقولت آخر حتة محدش يخرج من الزوم عشان مزعلش. اوكي النك ماسل اللي هي الماسلز بتاعت رقبتي، بعمل بيها ايه؟ احرك راسي، moving your head up down، فوق تحت يمين شمال، depend on two voluntary muscles. عندي بعتمد اما بحرك راسي فوق وتحت، بعتمد على two muscles في النك. تمام؟ تعالوا بقى تعالوا، لو انا حركت راسي فوق، لو انا حركت راسي فوق، في مصل، بس يا ادم في مصل شدت راسي عملت كونتراكت رفعت راسي لفوق، والتانية عملت ريلاكس، لكن لما نزلت راسي يبقى في واحدة ريلاكس وواحدة كونتراكت. ما وضحلكش حاجة، بس المهم المهم اختصارا النيك ماسلز في تو ماسلز، عندي مصل كده كده لما بنزل راسي او ارفعها، يبقى واحده تعمل كونتراكت وواحده تعمل ريلاكس، واحده تعمل كونتراكت وواحده تعمل ايه ريلاكس. تمام؟ يبقى when you move your head up first muscle contract and second muscle relax. تمام؟ يبقى الاولانيه بتعمل كونتراكت لما برفع راسي لفوق، نخلي دي واحد ودي اتنين، واحده واحده. يبقى انا في رقبتي عندي ورا مصل نمبر 1 الفيرست والسكند قدام، خلاص. يبقى لما ارفع راسي لفوق الفيرست مصل كونتراكت شدت راسي، والسكند مصل عملت ريلاكس. طب لما انزل راسي لتحت يبقى دي ريحت وطولت، اما دي كشت نمبر 2 كشت. يبقى when you move your head down the first muscle relax and the second muscle contract. نفس زي بتاعت الأرم. برافو يا سفيان. تمام؟ طيب يبقى بيقول لي ايه؟ when a pair of skeletal muscle perform function، لما بيكون في النوت هنا بيقول لي لما بيكون في اتنين muscle بير، يعني اتنين زوج من المصل، اتنين مع بعض بيشتغلوا مع بعض وهيحركوا حاجة، يبقى لازم واحدة تكون عكس التانية زي بتاعة الارم. هنا عندي تو مصلز بيشتغلوا مع بعض، لازم يشتغلوا عكس بعض، واحدة تعمل كونتراكت وواحدة ريلاكس. استنوا كده اهو، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس. تمام؟ يبقى لازم اما بيكون في بير من السكيليتال ماسلز، اتنين من الماسلز بيعملوا فانكشن او اكشن معين، واحدة منهم تعمل كونتراكت والتانية تعمل ريلاكس.
صح كده؟ زي ما خد اي ماسل اصلا بتعمل كونتراكت وريلاكس، وكل الماسلز بتشتغل بالكونتراكشن والريلاكسيشن، دي ما فيهاش نقاش. اوكي، all muscles works by contraction and relaxation. مفيش حاجة اسمها الاتنين بيعملوا كونتراكت وهم بيشتغلوا بيعملوا نفس الحاجة. تمام، طيب محدش يطلع من الزوم. اوكي، اللي عنده أي سؤال في الناس اللي في اليوتيوب يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتوا لي على الواتساب عشان تدخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي. شكرا جدا، باي باي.